أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. نستهل نقاشنا في شقه المتعلق بثمار بطولة الشان، خطوة مهمة في رحلة الألف ميل، بطولة رياضية لها عدة أبعاد ثقافية سياحية وحتى سياسية، وعلى الشأن وعلى الصعيد الإفريقي وكذلك العربي. احضر معي دكتور محمد شريف دروي الخبير في الشؤون الاستراتيجية. أهلا بكم دكتور. يا مرحبا وعلى سلامتك وبشفاء إن شاء الله. شكرا لتلبية الدعوة. اليوم نحن نتحدث عن نهائي الشان بصبغة سياسية وبطبعة سياسية سياحية وثقافية، هي ربما بطولة رياضية لها عدة أبعاد. نعم، عندما نتكلم عن أي بطولة رياضية باعتبار أنه نتكلم الآن بالتحديد عن بطولة الشان، فبطبيعة الحال هو مجرد أنه ننطلق من سؤال لماذا تتسابق الدول بما فيها الدول الكبرى الدول الغنية لاحتضان مثل هذه الدورات، يعطينا بطريقة آلية على أنه فيه فوائد متعددة، فوائد مختلفة وفوائد أصلا متتالية متأتية من تنظيم مثل هذه البطولات. عندما نتكلم عن الشان فبطبيعة الحال يمكن أن نتكلم كثيرا، ولكن حتى نكون أدق، حتى يكون لدينا معطيات تفصيلية، نحاول أن نحصر هذه على ثلاث مستويات. المستوى الأول هو الدلالات التي تؤثر على إحصائيات ومؤشرات الدولة في حد ذاتها، ثم ننتقل إلى المستوى الثاني وهو ما يتعلق بالبعد السياسي والاستراتيجي كما تفضلت سيادتك، وهو يصب بطبيعة الحال في نفس المستوى الأول تقريبا، ثم المستوى الثالث وهو ما يتعلق بالمجالات السياحية كما قلت دائما، السياحية الاقتصادية الاجتماعية وحتى الثقافية. ننطلق من المستوى الأول وهو ما يسمى مؤشرات ودلالات التي تتعلق بالدولة الجزائرية. عندما نتكلم مثلا عن تنظيم بطولة الشان فنحن نتكلم أولا عن إضافة إلى الدخل الإجمالي العام، نحن نتكلم عن الرفع من مستويات العديد من المعاملات للدولة الجزائرية، خاصة ما تعلق بالمعاملات المالية المتأتية من المجالات كما قلنا الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك والسياحية. كل هذه والعديد من المؤشرات الأخرى ترتفع بطريقة آلية، ولكن تبقى نسبية هذا الارتفاع مرتبطة بمستوى قوة هذه البطولة في حد ذاتها. نحن نتكلم الآن عن بطولة الشان التي نظمت في ظرف جد 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 دقيق، لأنه دول العالم لازالت لحد الآن متخوفة من جائحة كورونا وعودة بعض المتحورات، متخوفة من العديد من الأوضاع الدولية التي صحيح. تؤثر بشكل متداخل على اقتصادات العالم، خاصة ونحن نتكلم عن ارتفاع في البورصات العالمية للمواد الأساسية، نتكلم عن العديد من الارتفاعات خاصة في المواد الطاقوية على المستوى العالمي الذي يؤثر كثيرا في كل المدخلات. يقول القائل كيف تؤثر مثلا أزمة أوكرانيا وروسيا على بطولة الشان مثلا؟ كل العالم الآن يحاول الضبط من المصروفات والنفقات بشكل كبير لأنه يتخوف من الاستشراف لسنة وسنتين إلى الأمام. لكن عندما نقول عن الجزائر نجحت في الخروج من جائحة كورونا بأقل الأضرار مقارنة مع العديد من دول العالم. لحد الآن الجزائر لا تزال تسير في إيجابية التصرف وفق منتجات الأزمة العالمية من روسيا وأوكرانيا، وهو ما تجلى في نجاحات متعددة منها تنظيم الشان. ننتقل إلى المستوى الثاني كما قلت لك أستاذ الكريمة، وهو الجد مهم، هو البعد السياسي الاستراتيجي. أولا تنظيم الشان في ظل هذا الظرف يعطي مصداقية لمدى ثبوتية استمرارية الدولة في نهج التوجه نحو التطور في العديد من المجالات، وعلى رأس ذلك الجانب الرياضي، لأنه نتكلم هنا عن النجاح في تنظيم بطولة ثانية، تظاهرة ثانية ذات طابع إقليمي دولي بعد بطولة وهران بطبيعة الحال، البطولة الأولمبية المتوسطة. هذا النجاح المتتالي والمستمر يعطينا على أنه فيه تفكير استراتيجي، فيه توجه ومنهج مضبوط للسيرورة في هذا القطاع، على اعتبار أنه أصبحت لا تنظم هذه التظاهرات كما كنا نتكلم في عقود سابقة وفق البعد الزمني الظرفي، بل بدأنا نتحدث عنها وفق سيرورة استراتيجية ممنهجة تنطلق من الآن
يعني تنطلق قبل البطولة والتظاهرة في حد ذاتها سنة أو سنتين، ثم تستمر مع نجاح البطولة، ثم تستمر لما بعد البطولة. لأنه عندما نتكلم عن بطولة الشان فنحن سنتكلم كما قلت لك في المستوى الثالث عن مدخلات وإيجابيات هذا على الجانب الاقتصادي والسياسي. أكمل لك في البعد السياسي والاستراتيجي، هذه رسائل للداخل والخارج. رسائل للخارج الذي يشكك على أن الجزائر هي على غرار باقي الدول الإفريقية التي تعاني من العديد من الأزمات الداخلية. النجاح في تنظيم هذه البطولات القارية يعطيك رسالة مباشرة 1+1 على أنه فيه استقرار حقيقي، والأكثر من ذلك هو استقرار متكامل، لأنه فيه استقرار ممكن يكون في شق معين أو مجال معين. نحن نتحدث عن تظاهرة رياضية تمس كل القطاعات في ظل ظرف دولي جد متأثر، حتى لا نقول متدهور، وهو الحقيقة على كل حال. لذلك نقول على أنه وصلنا إلى استقرار متكامل ما بين الاستقرار السياسي والأمني والاستقرار الاجتماعي والثقافي وغير ذلك، لأنه بدأنا نتكلم عن سنوات محددة وفق استراتيجيات ورؤى واضحة. تكلمنا عن سنة 2022 سنة اقتصادية خرجنا منها ببطولة متوسطية، الآن سنة 2022 بدأناها ببطولة رياضية ستمس العديد من القطاعات. رسالة إلى الداخل على أنه فيه عمل يقوم الآن على وفق توجه استراتيجي واضح المعالم ومحدد. لذلك يجب هنا أن نعي جيدا على أنه يجب أن يكون فيه تكامل ما بين المواطن والدولة، وما بين الدولة ومؤسسات الدولة، وما بين المواطن والمؤسسة في حد ذاتها، حتى ننتقل من نجاح إلى نجاح. والأكثر من ذلك، نجاح أي تظاهرة، نجاح أي عمل، نجاح أي مؤسسة أو فرد هو نجاح للجزائر، لأن الجزائر هي ذلك الكل الذي يضم الأجزاء، سواء أفراد من مواطنين، سواء مؤسسات على اختلافها، مؤسسات اقتصادية أو حتى ما يسمى المجتمع المدني، لأن المجتمع المدني مؤسسة. كل هذا التكامل هو الذي يعطينا نجاحات يمكن أن نختلق أن نحققها من خلال الشان، ونحققها ما بعد الشان، لأن الشان سننتقل إلى المستوى الآخر، وهو دائما في البطولات أستاذتي الكريمة في البطولات الدولية والإقليمية يتم استشراف ما بعد البطولة على المدى الطويل، وهو 5 سنوات على غرار كأس العالم أو بطولة إفريقية وغير ذلك. لأنه الآن سنبدأ يعني نستفيد من هذه البطولة على 5 سنوات، تبقى الاستفادة من نسبة إلى نسبة تختلف من مجال إلى مجال. وهو كذلك اليوم تحدثنا عن الرسائل التي استطعنا أن نقدمها للعالم أجمع، سواء كذلك حتى على الصعيد الداخلي لبعض من ينتقدون بأن الجزائر لا يمكنها أن تنظم هكذا منافسات عالمية، خلينا نقول ليست فقط إفريقية أو داخلية، ولكن كذلك لا يجب أن ننسى أن الجزائر بذلت الكثير من الجهود سواء من الناحية المالية أو في الشق المتخصص بالمال، وكذلك الجانب التنظيمي اللي سمح بأن العائلات الجزائرية يعني أصبحت تتواجد في ملعب جزائري، وهذا أكبر دليل على أمن واستقرار بلاد. نعم، شكرا. هذا الشيء الذي تفتقر إليه. نعم، شكرا عالم. شكرا على هذه الملاحظة. هذه الملاحظة وهذه هي دقة، هي هو سؤال جواب في حد ذاته. لأنه مجرد أنه ننتقل إلى أن الأسرة الجزائرية أصبحت تعيش التظاهرات على المباشر، صحيح، ليس خلف شاشات التلفزيون، فهو يعتبر في حد ذاته من ناحية الاجتماعية هو استقرار حقيقي لدى الوعي المجتمعي. لأنه الأسرة لا يمكن لأي أولياء أمور أسرة سواء المرأة أو الرجل على السواء أن ينتقل بكامل الأسرة إلى ملعب لو كان فيه قناعة 1%، لا نقول 10%، لأن هنا نتكلم عن أولا مسؤولية، صحيح، أسرية، لأن الأبناء مسؤولية بطبيعة الحال كاملة للأولياء، مسؤولية اجتماعية حتى من ناحية تقاليدنا كجزائريين. صحيح. صحيح. أستاذ الكريمة، نحن عندما نقول أن الإنسان يتوجه بزوجته إلى الملعب فيتحرك في تفكيره ذهنية على أنه يجب أن يسمع أقل شيء كل الكلمات والجمل اللائقة. نعم. لأنه هو عقلية الجزائر يربطها مباشرة مع الشرف والحرمة وهيبة العائلة وهيبة الزوجة. صح. لذلك مجرد أنه تجد الأسرة بكامل تعدادها على مقاعد الملعب فهو باعتباره كما قلنا أو أيضا كلمة هو
تكامل حقيقي في مستوى الاستقرار، لأنه عندما تصل إلى استقرار المجتمع، استقرار فكري، فهو أهم شيء. وهذا الاستقرار هو بطبيعة الحال لا يتأتى فقط من بطولة الشان، ولكن فيه عمل ينتقل من درجة إلى درجة، من مستوى إلى مستوى، لأنك عندما تصل إلى هذه القناعة على أنك أسرتك ستكون على مدار انتقالك من البيت، يعني بتفكير بطريقة بسيطة من البيت إلى الملعب، ثم 3 أو 4 ساعات في الملعب ثم العودة، وخاصة أنه يمكن حتى تكون 10 أو 11 ليلا، فهو استقرار متكامل، إلى جانب على أنه وصلنا إلى قناعة لدى الوعي المجتمعي على أنه الجزائر الآن أصبحت ليس فيها الأمن العسكري أو الأمن الشرطي، ولكن فيه أمن اجتماعي، وهو المطلوب، وهو بطبيعة الحال الأمن المجتمعي متأتي من الركائز الأولى، وهو الأمن العسكري، الأمن الشرطي، وحتى الأمن التنظيمي التي تسهر عليه الذي تسهر عليه العديد من مؤسسات الدولة بطبيعة الحال. هذا من أكبر الملاحظات كما تفضلت التي شاهدناها في الشان. يبقى أن الشان أيضا في حد ذاته هو في حد ذاته فوز للجزائر، وفوز لأجل الجزائر، ليس الفوز فقط على الملعب. مجرد أنك تنظيمك في ظل هذه الظروف، كما قلت لك كل دول العالم تريد ضبط النفقات، ولكن نحن وصلنا إلى تنظيم الشان بأقل النفقات والأكثر من ذلك، والأكثر من ذلك، على أنه الشان في حد ذاته ستكون مدخلاته المالية المادية التابعة في ظل هذا الظرف أكثر من النفقات بكثير. لماذا أستاذ الكريمة؟ لأنه قلت لك انتقلنا من مستوى التفكير التنظيمي والتسيير التنظيمي إلى التسيير الاستراتيجي، لأنه عندما نتكلم ما بين هذا وذاك، فبطبيعة الحال فنحن على فارق كبير ما بين هذا التوجه وهذا التوجه. التوجه الإداري والتسيير التنظيمي والإداري هو تسيير لا نقول اعتباطي، ولكن تسيير في شكله المبسط كما قلنا 1+1، ولكن عندما نتكلم عن التسيير والإدارة الاستراتيجية فنحن نتكلم عن ديمومة متكاملة وسيرورة متكاملة من العديد من المدخلات. سنستفيد كثيرا جدا من الشان، سواء إعلاميا لفائدة السياحة. هذا هو السؤال الذي كنت سأطرحه اليوم. نحن لا يكفينا مجرد التقييم المالي أو التنظيمي لهذه البطولة الرياضية، ولا حتى من الأهداف المرجوة في هذه المنافسة، ولكن بقدر ما يهمنا أن نستثمر في إمكانية احتضان منافسات عالمية قد تعرف عن الجزائر التي أخذت عنها سابقا صورة سوداوية، خلينا نقول. نعم، سوف نفصل مجال، ولكن باختصار عندما نتكلم عن الجانب الرياضي باعتباره هو ركيزة من ركائز المجال الثقافي، فنحن نتكلم عن نجاح في الألعاب المتوسطية في وهران، الآن نتكلم عن نجاح في دورة الشان، ونجاح باهر جدا جدا بشهادة الأجانب قبل الجزائريين في حد ذاتهم. هو هنا سنتكلم عن التراكمات الإيجابية بعد الألعاب الأولمبية، الآن الشان بطبيعة الحال سنتكلم، وارتباط ذلك بالقمة العربية كذلك اللي كنا ننجحنا فيها. هذا سنتكلم كثير مستهل الكريمة، لأنه كل هذا سنتكلم عن التراكمات الإيجابية. التراكمات الإيجابية هنا يمكن للمواطن الجزائري أن ينتظر أنه تنظيم الشان كان البطولة الإفريقية في الجزائر سنة 2025 ستكون من نصيبه بإذن الله، وذلك راجع أولا لما تم تحضيره من البنية التحتية، وعندما نتكلم عن البنية التحتية نتكلم عن البنية التحتية التقليدية بما فيها الملاعب، بما فيها الطرقات، بما فيها الفنادق، ونتكلم عن مصطلح ثاني يعني قليل ما يذكر، وهو البنية التحتية التكنولوجية، لأنه يحصر العديد من الخبراء مصطلح البنية التحتية في كما قلت لك الملاعب والفنادق، ولكن توجد ما يسمى البنية التحتية التكنولوجية، وهي الآن عالم الأنترنت والاتصالات واللوجستيك والعديد من الأمور الأخرى. كل هذه تعتبر بنية تحتية، إلى جانب النجاح في التسيير والتنظيم كما قلنا لبطولات متتالية
يمكن للمواطن الجزائري أن ينتظر نعم. على نعم. أنه سيكون بطولة إفريقيا من نصيب الجزائر بإذن الله إن شاء الله. هو موتسيبي قال أنه شكر الرئيس عبد المجيد تبون على يعني تخصيص الحكومة الجزائرية لما قدمته لكرة القدم، هذه القفزة نوعية في كرة القدم وتنظيم كذلك هذه التظاهرات الرياضية. والله أستاذة لو تسمحين نعم حتى ننتقل كذلك إلى نعم. سكايب لأنه في العادة في العادة في العادة يتم شكر رؤساء الدول والحكومات على اعتبار أنه هذا الضيف موجود في تلك البلد نعم. على غرار مثلا الجزائر. الآن لو نقوم بعملية تحليل منذ وصول هذه الوفود إلى المطارات ثم إلى الفنادق ثم إلى الملاعب، ستجد أنه في حقيقة شكر نابع من العمل قبل أن نتوجه يعني صحيح. عندما يشكر رئيس الجمهورية أو الحكومة فهو يشكر العمل الذي قدم له وطرح بين صحيح. يديه صحيح. واستغلوا آخر استغلال في 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 ظرف هذه الأيام نعم. هنا نقول على أنه شكر حقيقي متأتي من قناعات قبل كرم الضيافة بطبعا نعم وهو كذلك. طيب ننتقل إلى خدمة سكايب أين يتواجد معنا الدكتور عبد اللطيف بروبي المحلل السياسي. أهلا بكم دكتور. ربما مهما كانت نتيجة المباراة النهائية الفنية التي ستلعب اليوم، نحن اليوم في بصدد تقييم للشان على أبعاده المختلفة سياسيا ثقافيا وحتى سياحيا لتغيير تلك الصورة النمطية التي اتخذتها عنا البلدان الأخرى سنوات خلت. تحية مسائية طيبة لك ولضيفك ولكل المشاهدين، شكرا للاستضافة. وعندما نريد أن نعطي تقييم ولو جزيز قبل حول اللقاء وحول البطولة في حد ذاتها، لا تخرج من إطار على أن هنالك الدولة بمفهوم المجتمعي، والدولة بمفهوم اجتماعي. قد يقول بعض ما علاقة الدولة الجزائرية بمفهوم اجتماعي مع منافسة رياضية لا أكثر ولا أقل؟ يجب أن نفهم على أن هنالك بنى تحتية الآن تتوفر وهي مجال استراتيجي ومجال خاضع للدولة الجزائرية. تبقى البنى التحتية الرياضية والثقافية وكل ما ارتبط بالشق الاجتماعي حكر على الدولة، وهو قطاع استراتيجي للدولة ويجب أن نستفيد به مواطنين. نحن نتكلم عن الشان لأنها موجهة للداخل الجزائري أي نعم، وكذلك موجهة لخارج الجزائري أي نعم، لأن القطاع الاستراتيجي المرتبط بالشأن الرياضي يبقى حكر على الدولة، والدولة تستثمر أقول وعيد الدولة تستثمر أموال كبيرة في هذا القطاع، وهو حكر للدولة وهو يبقى للدولة وهو قطاع استراتيجي للدولة. القراءة الثانية هي قراءة دولية، قد يقول بعد ما علاقة الدولة الاجتماعية بمفهوم الجزائري مع ما يتطلبه من مقتضيات دولية. يجب أن نفهم على أن استغلال مثل هذه البنى التحتية في الداخل الجزائري يمكن أن نستفيد فيه في الخارج من خلال الترويج للمنشآت الرياضية الجزائرية والشق الثقافي للجزائر والشق السياحي للجزائر. إذن هناك قراءتان لا أكثر ولا أقل، وهي مهمة ولا تكون بمفصل عن بعضها البعض. القراءة الأولى على أن البنى التحتية هي حكر للدولة الجزائرية، والدولة الجزائرية تعتبر قطاع استراتيجي، والدولة الجزائرية تستثمر استثمارات، والدولة الجزائرية توفر البنى التحتية للمواطن الجزائري للرياضي الجزائري للشعب الجزائري، وهذا أمر مهم جدا. أكثر من ذلك، يمكن استغلال نفس البنى من خلال هذه المنافسات القارية والإقليمية ولما العالمية، وهو دور القصيد، لأن الترويج للسياحة الرياضية الترويج للسياحة الثقافية والجزائر لا يخرج من إطار تحقيق نوع من الحكامة الداخلية وتحقيق نوع من التنمية المستدامة. إذن قطاع استراتيجي يبقى حكر على الدولة، والدولة تستثمر بمفهوم اجتماعي في البنى التحتية، والدولة توفر المنشآت لمواطنيها ورعاياها في الداخل. أكثر من ذلك، يمكن أن نروج من خلال هذه البنى التحتية لمدى مشاركات دولية للمجيء رياضيين من خارج الجزائر للممارسة الرياضة والقيام بمنافسات داخل الجزائر، أمر مهم جدا. إذن القراءة مهمة ومهمة جدا. الآن نحن نتكلم عن تنمية مستدامة، الآن نتكلم عن حكامة، نتكلم عن برامج موجهة للداخل الجزائري وبرامج موجهة للمواطن خارج الجزائر، وهذا أمر مهم جدا. نعم نشكرك جزيل شكر دكتور عبد اللطيف بروبي على هذه المداخلة، كانت سريعة نوعا ما لضيق الوقت. نشكركم جزيل الشكر دكتور، يا مرحبا شكرا. حتى نختم معكم كذلك أستاذ،
كيف يمكن لنا أن نحافظ اليوم على تنظيم هذه المنافسات الرياضية في حين بعض الدول تتكالب من أجل تنظيمها؟ نعم، عندما نتكلم عن هنا يجب أن نتكلم عن الاستمرارية. الاستمرارية هو بطبيعة الحال نخضع إلى مبدأ علمي واضح ومحدد، وهو دائما المتابعة والتقييم والتعديل. المتابعة والتقييم والتعديل، لأنه متابعة الآن قمنا بالمتابعة مثلا لبعض السلبيات البسيطة مثلا في حتى لو لم تكن ظاهرة، لأنه أي نشاط إنساني أو يجب أن يكون فيه الإيجابي والسلبي، يجب أن تظهر فيه ولو ثغرة بسيطة. لذلك المتابعة هي التي ما يكشف لنا الثغرات أو السلبيات سواء بسيطة أو كبيرة أو نسبية في مثل هذه التظاهرات. ننتقل إلى التعديل، لأنه التعديل جد ضروري، لأنه كل عملية تعديل تضمن بناء قاعدة صلبة ومتينة في مثل هذه الأمور التنظيمية، لأنه نتكلم عن مدخلات عديدة، نتكلم عن بطولات دولية، بطولات إقليمية بطبيعة الحال، والعالم يتطور بشكل متسارع، خاصة وأنه أصبحت الآن مثلا عملية نقل في شكلها البسيط للبطولات العالمية تتم على لوحات الآيباد والهاتف النقال. بدأنا نتكلم عن مؤسسات افتراضية تقوم بعملية شراء حقوق البث على المنصات التواصل الاجتماعي. بدأنا نخرج عن التلفزيون، هذا مثلا كتطور منهجي في الجانب الإعلامي لمثل هذه التظاهرات. ننتقل إلى الجانب الثالث، وهو قلنا المتابعة، التعديل والتقييم. لأجل كل هذا، لأجل ماذا؟ لأجل التطوير. لأنه عندما نقدم مثلا تظاهرة الشان، فالقادم مثلا إذا وصلنا إلى بإذن الله إلى تنظيم البطولة الإفريقية لكرة القدم أكابر، فبطبيعة الحال مطلوب منا أن نقدم تنظيم أقوى. إذا كنا اليوم تنظيم أحسن، فيجب في المرة القادمة أن يكون أقوى. إذا كنا اليوم تنظيم جيد، يجب أن يكون المرة القادمة تنظيم بامتياز. هذا هو الارتقاء بالعمل التنظيمي. عندما نتكلم إعلاميا، فبطبيعة الحال يجب الآن أن ننتقل من الانتشار الإقليمي إلى الانتشار الدولي، لأنه هذا ما يروج لمنتجات وخدمات وكل ما يتعلق بدولة الجزائر سواء اقتصاديا أو سياحيا أو رياضيا. والنقطة الثالثة وهي أهم أستاذة الكريمة، وهو المرافقة. المرافقة من كل مؤسسات الدولة مع الهيئات الرياضية يضمن لها القوة، لأنه الآن لم يعد الممثل الرياضي في اتحاد إفريقي أو اتحاد الفاف الدولي أو الفيفا الدولي، لم تعد له أي قوة إن لم تكن خلفه دبلوماسية دولته، لن تكون له قوة إن لم تكن كل مؤسسات الدولة متكاملة معه في الأهداف التي تحددها الدولة بطبيعة. وعلى كل حال احنا نتمنى توفيق لكم أستاذ ولفريقنا الوطني إن شاء الله، اللي راح يكون اليوم تكون خاتمة موعد هامس. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ترفع كأس الشان بإذن الله وتكون جزائرية في الجزائر. إن شاء الله. نشكرك جزيلا شكر أستاذ ذروي على حضوركم معنا. مشاهدينا الكرام، مباشرة ننتقل إلى الشق الاقتصادي مع أسماء بوتوتا. إليك يا أسماء.